نفذ طلاب الثانوية بمحافظة تعز وقفة احتجاجية تطالب وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن قرار عدم احتساب درجات التراكم الذي تسبب برسوب الكثير منهم. كما طالب المحتجون بإعادة النظر في نتائج الثانوية العامة والتراجع عن قرار عدم احتساب التراكم. واعتبر الطلاب قرار إلغاء المعدل التراكمي مجحفا بحقهم، حيث أثر على معدلاتهم وتسبب برسوب الكثير منهم. نحن مشكلتي احنا مع التراكمي، طلعوا قرار انهم يضيفوا التراكمي لكل نتيجه، بعدين وقع لخبطه بالنتيجه. تخيل اني اجيب 99 بالقران، اجيب 97 بالاسلاميه، اجيب ماده الاحياء 100، خط المخاتم بالفيزياء يجيبوا لي 5. طيب وين حقوق الطالب؟ حرام عليكم، احنا سهرنا، احنا اجتهدنا. ايش نقول بس يا عليمي؟ بس انصفنا يا عليمي، احنا تعبنا، احنا سهرنا ليالي. نحن خرجنا اليوم طلاب الثالث الثانوي ككل 12000 طالب رسوب بنسبة معدل 16% ناجحين و86% رسوب كطالبين وطالبات داخل تعز. مطالبنا هي أن تعيدوا لنا نتائج الاختبارات وأن تعيدوا تصحيح أوراقنا، ومن ثم يتم احتساب لنا التراكمي، ومن ثم يطلع قرار جديد بأنه سوف يتم إعلان النتائج الثانوية العامة لطلاب ثالث ثانوي بنسبة رسمية 12000%، 12000 طالب. والله إنه حرام. نحن مطالبنا للأستاذ نرفع يعني وجاه هنا الى الاستاذ عبد الواسع شداد بانه يرفع، ونحن مستامنين به الكثير. الاستاذ عبد الواسع جزاه الله خير مستامنين به الكثير بان يرفع لنا التراكمي وان يعيد تصحيح نتائج الاختبارات. اولا قرار التراكمي ما لهش اي مسوغ قانوني، تمام؟ ولما يحرموا اي طالب من التراكمي اقل من 25 ما يحصلش على التراكمي باي حق. الاف الطلاب راسبين عندنا، ما فيش الاوائل حق المدارس راسبين. فين السلطات؟ فين عبد رشاد العليمي؟ فين راح؟ فينهم جميعهم من الرسوب؟ قال الزبير اي امه تشتي تهدم كيان امه مسلمه يهدم التعليم، اين التعليم؟ ما فيش اي امه اسلاميه تقوم الا بالعدل، فين العدل؟ نحن نطالب بجميع حقوقنا، ما يكفيش ان اوضاع البلاد بحرب، يهدموا كمان التعليم.